إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخترت لكم اليوم هذا الفيديو خاص بالراحة النفسية. طبيبك النفسي هو البحر. إذا كان عندك شي هموم وكان عندك شي ضيم وبتشكي، ما تشكي على حد، سير عند البحر وريح وتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي الهدوء، غادي يرجع لك خاطرك، غادي تكتسب واحد الطاقة إيجابية عجيبة. ولكن الوصية اللي نوصيك، إلا وصلتي للبحر ما تلفتش وراك، شوف في البحر ما تلفتش وراك، راه تبان لك المشاكل جاية معاك. فرجة ممتعة أتمناها لكم، ونتمنى الله تبارك وتعالى الله يفاجئ على كل مهموم وكل من عنده ضيق نفسي، الله يفرج عليه والله ييسر أموركم إن شاء الله. نخليكم مع هذه المشاهد الرائعة من هذا الشاطئ. بالمناسبة غدا موعدكم مع شريط مطول لهذا الشاطئ، ستتعرفون عليه بكل تفاصيله إن شاء الله. فرجة ممتعة وإلى اللقاء. أنا اللي في الشيخ.